النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. طبعا لا يسرب يعني لا يوبخ لا يصرخ لا، لكن هنا النقطة في النهاية هذه التي كررت يعني لا تأسف عليها. يعني شخص يؤذيك سامحه، عود أذاك كمان مرة سامحه، ثالث مرة تصل إلى مرحلة لا تقاطعه لكن لا تأسف عليه. هذا أذى شو ماله؟ مستمر مستمر. شخص يعني قبل فترة، قبل أكثر من سنة، تكلمت أنا في أحد المقاطع إنه امرأة ممثلة بعدما أكرمها الله بالتوبة، مش فقط توبة وأصبحت تلبس النقاب وتحفظ القرآن، مش كل القرآن، أو تحفظ من القرآن وتدرس في بعض مراكز التحفيظ في غير ديار الإسلام، وتزوجت وأجاها ذرية وكذا شوي، واللي بعد ما صار عمره فوق 40 يا جماعة تتطلق من زوجها وترجع إلى التمثيل. فكان يعني حقيقة شيء. طبعا طلعوا الدعاء ينصحوها على الملأ يرحمك الله، والمخاص والعام والكذا، ارجع إلى الله، ما ظلش العمر، شو عمرك 40 سنة. فرجعت تمثل وأفلام وأغاني وأبصر إيش من هالكلام الفاضي والمحرم. فقبل أكم من يوم راجعة تحكي: أنا ما حدا يعرض أفلامي، إحنا العشر من ذي الحجة، لازم الواحد يتوب إلى الله في هاي الأيام مش يظهر المعاصي. انظر، هذا بينها وبين ربها، لكن إن تابت فمن الأخطاء أن تعظم توبتها، لأنه يخشى أنها إيش ترجع كمان مرة. فإن تابت بينها وبين ربها نسأل الله أن يتقبلها. بس اللي بيغلطوا الدعاء إنهم بيعظموا حال هؤلاء الأشخاص.